مرحبا بكم داخل الباب العالي أو قصر الخلافة الإسلامية التي كانت تحكم العالم. مرحبا بكم. هذه النقطة هذه اللي كتشوفوها هي اللي كتبين الموقع ديال توب كابي أو الباب العالي أو القصر ديال الخلافة الإسلامية في العهد العثماني. هي كتوقع على بين بحر مرمرة وخليج البوغاز إسطنبول وخليج البوسفور، يعني موقع استراتيجي يطل على المناطق وهي تطل على آسيا وأوروبا ومنها ينطلق أي شيء. هذه كتشوف هنا ما بقى أولى الآثار، البنايات الإدارية، حيث هنا كان يقوم أكثر من 4000 شخص من بينهم الفنيون والإداريون والمستشارون السياسيون والقادة العسكريون، كاملين كانوا يقوموا هنا مع الخليفة والسلطان في ذلك الزمان قبل سقوط الخلافة الإسلامية أيام الحرب العالمية الأولى. كما تعلمون انقلب كل شيء وأصبح هذا القصر الذي كان يحكم العالم لمدة 400 سنة متتالية أصبح عبارة على مركز للسياحة، حيث يزوره 20 مليون سنويا، 20 مليون زائر يزورون هذا المكان، والدخل ب 40 أورو، يعني مع 800 مليار ولا 800 مليون، يعني حسبوها أنتوما، يعني أشياء خيالية. شوفوا المنظر اللي هذيك البنايات اللي كيبانوا الليل، هذيك راه هي آسيا، وأنا دابا كنوقف واقف فوق النقطة ديال أوروبا، يعني ما بين آسيا وأوروبا هو خليج البوسفور اللي كتشوفوه، ومن اللي كنشقوا الليمن كنلقاو بحر مرمرة ثم البحر الأبيض المتوسط. هذا هو الموقع الاستراتيجي اللي كانت فيه العاصمة اللي كتحكم العالم لمدة 400 سنة. مع الأسف الشديد الناس لا تعلم هذا. هذا المكان هذا اللي واقف فيه أنا دابا أكيد غيكونوا فيه الآثار ديال سليمان القانوني والسلطان سليم وباقي الخلفاء العظام، حيث كان هذا البحر لا يتجول فيه إلا السفن التي تحمل راية لا إله إلا الله. هنا في هذا المكان هذا يوجد مسجد صغير على اليمين ديالي، المسجد هنا كان يصلي أي خليفة يسكن هنا كان يصلي ويطل على البحر، البحر هو القبلة نحو مكة. فكما كتشوفوا دابا تحولت الدنيا رأسا على عقب، صفحات عبارة على سياحة، الناس تدخل كاشفة للعورات، المهم كل شيء أصبح مباح بعد أن قام هذا كمال أتاتورك بالانقلاب على الخلافة والإطاحة بعبد الحميد الثاني الذي رفض تسليم فلسطين لليهود. كما تعلمون ها هنا نحن، ها هو المسجد اللي قلت لكم يطل على البحر، هنا كان يصلي الخليفة كما قلت لكم، يعني يصلي وعينه على البحر والسفن المارة وكأنه رقابة يومية، هنا كان يأتي ليصلي سبحان الله. فالآن المجوس والنصارى والكفار يتجولون في هذه الحدائق وكأنهم يعني شماتة ما بعدها شماتة، فالمسلمون اللي كيتساروا هنا قليل اللي كيرد البال لهذه المسائل. هذه راه كاملة أماكن الإدارة والسياسة، يعني هذا ما يمكنش تقارنوا بالكريملين ولا الإليزي ولا شي حاجة في لندن ولا أمريكا، هذه راه عاصمة كانت تحكم العالم. المنظر هذا من المسجد ديال سليمان القانوني، سليمان القانوني بنى مسجد على التلة وكذلك يطل على بحر مرمرة وعلى الجهة الأخرى من آسيا، كلهم كانت لهم أشياء جميلة تبقى راسخة في الدين وعالقة بالتاريخ. شوف المسجد فين وعلى ماذا يطل، يطل على خليج البوسفور وبحر مرمرة. وإلى اللقاء في شريط قادم مفيد إن شاء الله، ولا تنسى سبسكرايب ولايك ومشاركة القناة.